تقول عن زوجها الظاهر اي نعم متخاذل بشكل فظيع جدا من ناحية الصلاة، يصلي بقلبه فقط، يكاد لا يصلي أبدا مع العلم بأنه يؤمن بأنها فرض. وعندما ذكرت له حديث تارك الصلاة لم يقبله وقال لا توجد آية في القرآن تكفر تارك الصلاة تكفيرا صريحا، والحديثان ذكرتهما ليس متواترين. لا يؤمن بوجود الصراط المنصوب على متن جهنم، يقول هذا يستعمل لكي يخوفون الناس به. هذا كلام ابن سينا والفارابي وأتباعهم، هؤلاء الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى إنما يذكر هذه الأشياء لتخويف الناس، فلاسفة من يسمونهم فلاسفة المسلمين، يقول هذه كلها للتخويف، اليوم الآخر والجنة والنار والصراط والحوض، هذا كله كلام غير صحيح، هذا كلام فلاسفة. لا يوم يقول بأن أركان الإسلام هي أركان إيمان وليست أركان إسلام، ذلك فإن الصلاة من أركان الإيمان، لهذا فإن تارك الصلاة ليس بكافر. ناقشته بما استطعت عليه من الأدلة ولكنه أعرض إعراض تدين، هذا الظاهر والله أعلم، أنه يفسر نصوص صريحة على هواه ولأنه استمع لأحد أهل البدع. أي نعم، يعني هذا صراحة للأسف يعني عليهم من الله ما يستحقون، شحرور والكيالي وعدنان إبراهيم من شابههم، هؤلاء الفجرة الذين ضللوا المسلمين حقيقة في مثل هذه الأشياء وأتوهم بهذه الشبهات وأدخلوا عليهم يعني شبهات في دينهم، فهذا يبين له، فإن أصر لا تعيشين معه، هذا يبين له، فإن أصر على ما هو عليه فلا تعيشين معه، وفراقه هو الصحيح إن شاء الله تعالى.